أيضا يقول الحق تبارك وتعالى: ولما رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. هل السجود للأبوين في هذه الآية ليوسف أو للأبوين أو لله عز وجل؟ وكيف ذلك السجود جزاكم الله خيرا؟ هذا تعود الرؤيا التي رآها يوسف عليه السلام في الصباح، قصها على أبيه: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم ساجدين. وبعد مدة وبعد ما زال زالة المحنة والخطوب التي حصلت ومكن الله ليوسف عليه السلام في الأرض، صار ملكا على مصر واستقدم والديه وإخوته على 11 ودخلوا عليه في مجلسه، خروا له ساجدين سجود تحية. ليس هذا سجود عبادة وإنما هو سجود تحية كسجود الملائكة لآدم عليه السلام، ليس سجود عبادة، لأن سجود العبادة لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، وإنما هو سجود تحية وهذا جائز في شريعتهم. أما في شريعتنا فلا يجوز السجود لأحد، لا تحية ولا عبادة، كما لا يجوز الانحناء عند السلام لأحد، لأن هذا ركوع، الركوع لا يجوز، لا ركوع تحية ولا ركوع عبادة، إنما الركوع لله سبحانه وتعالى. الحاصل أن هذا السجود تحية وهو جائز في شريعتهم ولا يجوز في شريعتنا، والله سبحانه وتعالى يشرع لعباده ما شاء في كل وقت بحسبه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم.